هنا هادو هما اللي خراب من المؤسسات الاقتصادية. نعلم أن الطلبة يزاولون دراسات، ما لديهم مواد ولديهم تربصات. الشركات هنا المدعوة حضرت بقوة اليوم، ونتطلع لاستقبالهم في تربصات، وكذا حتى الطلبة يتمكنون من أخذ معرفة وتجربة في الميدان المقاولاتية. وكما نعلم أن الدولة الجزائرية من خلال الوزارة الوصية قد أقرت السنة الماضية قرار 1275 الذي يدخل في إنشاء مؤسسة ناشئة براءة اختراع. والسنة الماضية قد قاموا الطلبة بالتسجيل، ونحن كإدارة وكأساتذة قمنا بتأطير الطلبة من أجل الوصول إلى إنشاء المؤسسات الناشئة، وحتى تكون لهم هذه السنة كذلك تكون لدينا نتائج أحسن، وحتى يتمكنوا بتجربتهم على المؤسسات الصناعية الكبرى من دخول عالم المقاولات. إذن المعهد يكون تخصصات جد مطلوبة في السوق العملية، فلدينا تخصصات مثل الهندسة الصناعية، صيانة الأجهزة، صيانة الإلكترونيكانيك، وكذلك نظافة الأمن الصناعي. إذن كل هذه التخصصات نجدها ما من مؤسسة إلا ونجد فيها هذه التخصصات. إذن طلبتنا هم إطارات المستقبل، وهم من نعول عليهم، وهم نخبة المستقبل في بلادنا الحبيبة. إذن